والسلام عليكم ورحمة الله حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. جينا لكم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم نتعلم حاجات كتيرة وحاجات مفيدة لإلنا حبايبي. قبل ما نبدأ بالفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو تسلخوا لايك، ولو اول مرة بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعيل تنبيه الجرس ليصلكم الجديد حبايبي. زي ما شايفين هدول الكتاكيت اللي انا جبتهم، وفي منهم كتاكيت طلعوا عندي من البيض، كنت حطتهم تحت الرومي وفجاس. اليوم احنا هننظف اللي هو تحتيه، هننظف اللي هو الارضية، وبرضو فيها احنا نظفنا الارضية تبعتها. انا صراحة نظفتها واجيت صورت. طبعا انا معايا كرتون زي ما انتم شايفين، هذا زي هيك يعني كرتون، انا بحطه يعني فرش، وبأجيب اللي هو القش. هذا معايا قش زي ما انتم شايفين، معايا قش بأجيب منه وبحطه تحت في الأرضية. صراحة والفرش هذا أنا برمهش، بخليه هيو يعني بأغسله وبحطه تاني. تمام، أي هذا مستخدم، هذا إن شاء الله حغسله وحنشفه فيه يعني رطوبة، هو حغسله ونشفه وخليه ناشف زي هذا، زي هذا لنضيف وححطه. تمام، نشوف ايش نسوي هنا. صراحة يعني الفيديو هو عن كتاكيت اللي هو الدجاج مش كتاكيت الرومي. صراحة يا جماعة الخير، هذه الكتاكيت الرومي انا بعتها، بعت اولادها. صراحة يا جماعة الخير انا جايبهم هدول على اساس انه انا اذبح منهم لبيتي، يعني اذبح منهم لما يكبروا يصيروا فراريج اذبح منهم لبيتي. فخليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا لو اشي بسيط معانا. اول حاجة بدنا ايش، نجيب اللي هو الفرش هذا وحنروح ننقل الانتاية هذه، حنحطها في البيت اللي هو مع الذكر على اساس انه هو يكسر عليها وترجع تبيض تاني مع العلف البياض. يا جماعة الخير خليكم معانا لاخر الفيديو، احتمال افرجيكم اللي هو بيض الدجاج، بيض الرومي وهو في جنين مكتمل يعني، وافرجيكم لانه في كذا متابع اجوا جداد قالوا احنا مش عارفين نفحص البيضة فيها كتكوت او لا. وصراحة انا حبيت ان انا ايش اعملكم الفيديو هذا انه شامل، ان افرجيكم حاجات للمتابعين اللي جون جداد، الـ2000 اللي جون جداد. فصراحة انا قلت لهم يعني في لي فيديوهات كتير يعني فيها اللي هو بفحص الكتكوت جوا البيضة، بس هم اصروا ان هم يشوفوا في حلقات جديدة. فخليكم معنا يا جماعة الخير نشوف ايش نسوي وكيف بدنا ننظف عليهم. صراحة هذه الرومية حنونة كتير، فاحتمال انا هذه احط الكتاكيت اللي تحتها تحت، واخذ هذه اللي احطها مع الذكر. فخليكم معايا خطوة خطوة يا جماعة الخير. تمام، اذا انا بدي انقل الانتاية هذه حنقولها علقت معاكم. طيب انا ثواني وحرجع لكم. تمام يا جماعة الخير، هذه هي الكتاكيت اللي عندها. صراحة يا جماعة الخير زي ما شايفين، بسم الله ما شاء الله، انا هاخدها واحطها مع الذكر وحنزل الكتاكيت هدول تحت مع هدول. نشوف ايش نسوي مع بعض. نودي اللي هو المتاية عند اللي هو الديك. بسم الله، يلا فوتي يا حجة، فوتي برجلك اليمين، بسم الله ما شاء الله. تمام، احنا زي ما فرجيناكو قبل هيك انه احنا حطينا الانتاية هادي مع الديك، وصراحة النايم هلقيته يعني نايم نومة ملوك، بسم الله ما شاء الله عليه. وهذه الانتاية اللي حطيتها كانت تحتيها برضو كتاكيت، وانا اخذت الكتاكيت وبعتهم. فنشوف ايش نسوي، لقيت بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
اجتك دورتك يا حبيبتي، فبدنا ناخدها ونحطها على الديك على اساس انه هو يتزوجها من اول جديد، وان شاء الله تصير تحط بيض. طبعا احنا هنحتاج اللي هو علف بياض، تمام يا جماعة الخير، هنجيب لها علف بياض على اساس انه هي العملية تتفاعل معها بسرعة وتصير تبيض، تمام. زي ما فرجيتكم في الحلقة اللي هي بيع الكتاكيت، الحلقة اللي هي بيع الكتاكيت لو انتوا حضرتوها، فرجيتكم اللي هو الذكر بكسر على الانتاية بعد ما احنا اخدنا اللي هو كتاكيتها وبعناها. فان شاء الله خير يا جماعة الخير. اول حاجة تسويها يا جماعة الخير بعد ما انتوا تحطوا الذكر مع الانتاية وتحطوا اللي هو العلف البياض، لازم يا جماعة الخير تخلوا اللي هو السلال هذه يا جماعة الخير على اساس انه هي تبيض فيه، وبنفس الوقت السلال هذه بتقدر انت تقيمها وتحطها في بيت تاني بعد ما ترقد، هي بتتعود على السلة، وانا كتير حكيت في الفيديوهات اللي قبل يا جماعة الخير. نشوف ايش نسوي بعد ما احنا حطناهم هنا. صراحة يعني هي كيف حتتعارك هي وهذه، بس بعد هيك حيتصالحوا وما فيش اي مشكلة. فهذولا اولاد اللي هي الرومية الكبيرة، بسم الله ما شاء الله. طيب احنا نروح نشوف ايش نسوي غادي. يا عفو الله، يا كريم. تمام يا جماعة الخير، احنا زي ما قلت لكم احنا نظفنا البيت هذا، فاحنا هنخليهم هنا وحنجيب اللي هو الكتاكيت اللي هنا مع الرومية ونطلعهم فوق وننظف هذا البيت على اساس انه ايش لما يكون هذا يعني الله يعزكم يصير وسخ من غير ما ننظف دغري نشيل ونحط تحت وهكذا يعني. تمام، خلينا نقيمهم اول شيء ونحطهم فوق ونرجع لكم. تمام يا جماعة الخير، احنا نقلناهم. صراحة هذولا 8 تجوز، 8 تجوز يعني 16 حبة. فزي ما شايفين بسم الله ما شاء الله هذول هم اللي احنا صراحة لسه مش مقرر يا ادبح منهم يا اربي منهم. فانتوا برضو قولوا لي لو حابين ان انا اربي منهم هربي منهم، لو حابين ان انا ادبح منهم قولوا لي في التعليقات تحت وانا هسمع منكم. تمام، هلقيت هنحط اللي هو الرومية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله. فوتي فوتي فوتي. تمام يا جماعة الخير، احنا هلقيتها زي ما شايفين حطناها. هلقيت ايش نسوي يا جماعة الخير، بدنا نشوف هذا على اساس انه احنا لما هذا يتوسخ الله يعزكو هنقولهم تحت من غير ما احنا ننظف ونعمل. شوفوا كيف الحركة ولا ابسط منها. خلصنا. طبعا هذا انا هلمه وارميه. طيب لقيت ايش بدنا نسوي يا ابو ادم، لقيت حنجيب كرتونة من اللي هنا، نجيب كرتونة محترمة تمام ونحطها، وكل مرة زي هيك يعني وهلم مجرى. تمام، الكرتون المقوى هذا يعني موجود في كل مكان، وين ما تروح بتلاقي اللي هو كراتين شيبسي زي هيك يعني. تمام، هنجيب
الكنزة هذه. انا يا جماعة الخير ايدي شوية مغبرة، بس ان انا كنت انظف هنا فاعذروني. تمام طبعا يا جماعة الخير، ايد لحالها بتسجفش. تمام هذا هنستغنى عنها. ايه خلينا ناخدها لاخر الشكل هذا. زي ما انتم شايفين، والاسهل منه هذا هي. وبنجيب من اللي ناشف هان، نجيب شوية وخلصنا. هلقيت احنا فرشنا هنا، واول ما يصير هان اللي هو العشب الله يسكو وسخ هننزلهم تحت. تمام ايه حبايبي، خلينا نروح نشوف، خلي شوية وقت نروح نشوف البيض اللي معانا غادي. خليكم معانا حبايبي، احنا هنطفي الفلاش وزي ما قلت لكم هروح افرجيكو اللي هو التهجين اللي انا هجنته، وافرجيكو بيض اللي هو الرومية. وبالنسبة للي حكولي عايزين احنا نعرف الرومية كيف بنفحص البيض تبعها، خليكم معايا. تمام حبايبي، هذه هي الرومية اللي راكدة على البيض عندي. صراحة انا نقلت هان في البيت هذا يا جماعة الخير أأمن إلها، وبالنسبة إنه أنا أخلي الديك يكسر على إخواتها ويصير عندي تكاثر. تمام هلقيت أنا بدي أفرجيكو البيض اللي أنا حطيته معاكو، بيض الدجاج اللي هو المزارع الأبيض مع البلدي، ديك بلدي مع إنتاجات اللي هو مزارع. صراحة أنا ما حبيتش أكتر لأنه حطيت معاكو يعني بيضتين. تمام فهلقيت هنا هشوف البطين وحفرجيكم اللي هو بيض اللي هو كمان البيض اللي تحتيها. تمام بتجيبوا اللي هو فلاش جوال وبتحطوا البيضة بالشكل هذا يا جماعة الخير، زي ما انتم شايفين بالشكل هذا. هتلاقوا اللي هو ظاهر عندكم اللي هو الجنين، مش عارف اذا مبين عندكم او لا. اللي هي هذه، ثواني يا جماعة الخير، طفى اللي هو الفلاش. زي ما انتم شايفين هذه هي، وهذا هو الجنين جوا. تمام هذه اسلم واحسن طريقة انه انت تعرف الجنين في جنين في البيضة او لا. تمام انا هجيت هفرجيكو اللي هو البيض اللي طلع معانا، هذا هو حطيته تحتيها بيض اللي هو الدجاج المزارع مع الديك البلدي. فهلقيت حنشوفه مع بعض، هذا هو. مش عارف اذا انتم شايفينها او لا، بس انا شايف في جنين، شايف انا في جنين وبتحرك كمان. اذا بتلاحظوا انا هيني قربت عند الكاميرا، ثواني هاي شايفينه يا جماعة الخير، هذا هو هاي بتحرك، شايفين بروح وبيجي بروح وبيجي، ها بروح وبيجي منظره لذيذ. ففي الطريقة هذه يا جماعة الخير انتوا هتعرفوا كيف في البيض جنين او لا بالطريقة هذه. وانا صراحة أنا كتير عملتها في القناة، بس على هوا هو طلب اللي هو متابعين، انا حبيت ان نعيدها. ايه حبايبي اللي سألوني وقالوا لي يا ابو ادم هنحط لها الاكل والشرب جنبها وهي هتاكل وتشرب، لا حطوا لها الاكل جنبها والشرب جنبها، وانتوا طلوها مرتين في اليوم خليها تطلع تاكل وتشرب وترجع ترقد تاني. تمام تعمل حمام. تمام
حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، يا ريت لو عجبكم تسلخوا لايك، ولو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعيل تنبيه الجرس ليصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامه عكس، ونص على النبي اذكروا الله يذكركم، استغفروا الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.